الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل الاقتصاد وعلم النفس الاجتماعي سلم ماسلو في تراتبية الحاجات، ماسلوز هايراركي اوف نيد. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. سلم ماسلو في بحثه اللافت الذي نشره في العام 1943 بيّن أبراهام ماسلو بأن المحرك الأساسي للبشر نحو الحياة والعمل والتطور يكمن في 5 حاجات needs تراتبية hierarchical، تتراقى تدريجيا من الحاجات الحياتية وتنتهي عند الحاجة إلى تحقيق الذات والإبداع. صنف ماسلو هذه الحاجات تحت 5 عناوين متداخلة ومتراقية تدريجيا من حيث الأهمية، فتنتقل من الأساسية مرورا بالحاجات الوسيطة وهي أقل من أساسية، وتنتهي عند الحاجة إلى التطور الذاتي. تصنف الحاجات الأولى والثانية بأنها الحاجات الحيوية biological and physiological needs، تشمل أشكال فرعية متعددة من الحاجات الأساسية basic needs مثل الطعام والماء والمأوى واللباس، وتتدرج هذه الحاجات إلى الأمن والأمان. تصنف الحاجات الثالثة والرابعة بأنها الحاجات النفسية psychological، أشكال فرعية متعددة مثل الحاجة إلى الشعور بالانتماء واحترام الذات، والحاجة إلى حب الآخرين ومحبتهم، والعلاقة الحميمية وصداقة الآخرين واحترامهم. تصنف الحاجات من الصنف الخامس والأخير تحت الصنف الأعلى من حيث التراتبية، تشمل ما سماه ماسلو تحقيق الذات والوصول إلى أعلى إمكان ذاتي والإبداع والعطاء. تخيل ماسلو بأن هذه الحاجات على شكل هرم، تبدأ بالقاعدة وهي الأساسيات، ثم تمر إلى الحاجات النفسية، وأخيرا إلى حاجات تحقيق الذات. في الحاجات الأساسية الطعام والماء والمأوى واللباس والدفء والراحة، ثم ينتقل إلى الأمن والأمان. بعد أن ينتهي من هذه الحاجات الأساسية ينتقل إلى الحاجات النفسية، الشعور بالانتماء والحاجة إلى حب الآخرين وعلاقات حميمية والصداقة، ثم ينتقل إلى الأعلى منها قبل الأخيرة، هي الحاجة إلى احترام الذات واحترام الآخرين والشعور بالإنجاز، وأخيرا ما يسمى بحاجات تحقيق الذات، أي الوصول إلى أكبر إمكان ذاتي يشمل ذلك الإبداع والعطاء. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.